هذا البرنامج برعاية هيلي بوب بوك من أرلا 7-11 اس اي موبلر الخطوط الملكية المغربية كرونن ترانسبورت جاستريبول تروك بروفس روتيلو وآخرين. شوب 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 بيرو بيرو شوب 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 بيرو بيرو رمضان كريم وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج طبق وبلد. نحن بدينا يلا. دينون فيست الانيا اليوم كانشي بس اسلام او مسلمه كانشي يا نون فيست ريلي اسو يو ريليوم او مسلمس يا سو كانشي سو فاستات ما فاستات ها واتينكر دو بو انار دو هور اوردت رمضان. Helt ärligt, så det jag tänker på, det är mina vänner som är av den, alltså som har den religionen och som har Ramadan, så då får de inte lov att äta på dagen utan bara när det är mörkt. Det är liksom det jag tänker på, bara att de gör det för sin religion. Jag tänker på att man ska vara med familjen, att man ska visa kärlek, man ska tänka på andra, inte sig själv först. Sen då islam i allmänt, själva fastan och att tron till Allah. Ja, det tycker jag, det är helgonsdag. Ramadan. Vi har jobbat om det i skolan. Men jag kommer inte riktigt ihåg vad det var. Vad tänker du på? I'm not fasting. Religion, skulle jag tro. Ja. Vad tänker du på när du hör ordet Ramadan? Ramadan? Islam, va? Tänker jag. Ja, högtid. Mm. Islam? Ja, vad också? Pasta? Det vet jag inte. صار وقت نروح لسؤال مسابقة الحلقة وحيكون من ستوكهولم منتابع سوا. هذا بناء له علاقة بالقضاء والمحاكم موجود بستوكهولم وتحديدا بكونسهولمن. السؤال هو شو اسم هذا البناء، واكيد اذا كتبتوا معلومات تانية عنه بزيد ربحكم. ما تنسوا الاجوبة تكون عنا تحت بالكومنت او ابعتوا SMS على الرقم اللي ظاهر على الشاشة. لهون بكون مشوارنا خلص ببرنامج طبق وبلد. ما تنسوا إجاباتكم على مسابقة اليوم. أما أنا بشوفكم بكرة بحلقة جديدة. باي باي. هذا البرنامج برعاية هيلي بوب بوك من أرلا 7-11 اس اي موبلر الخطوط الملكية المغربية كرونن ترانسبورت جاستريبول تروك بروفس روتيلو
وآخرين.